طبعا هيموتوني دلوقتي، عماله تساليه مستفرده بايه مش عارفه ايه. قلت لهم خلاص حطوا الفيديو. شايف مين خليفتك في الدوري المصري؟ نفسك تعمل ايه بعد ما حققت كل الانجازات مع ليفربول؟ اللي انت بتعمله علشان محافظ على لياقتك كده؟ لو جالك عرض من برشلونه ولا ريال مدريد تقبل العرض من مين فيهم؟ هل بعد اعتزالك للكوره هتدرب ولا هتبقى محلل ولا هتعمل ايه بالظبط؟ ايه رايك في الالعاب الثانيه؟ شايفها ازاي من منظور محمد صلاح؟ الريش اللي انت عملتها دي انا عايز اعرف السبب وعايز اعرف السر لان صعبه جدا. ماذا بينك وبين الله لكي يحبك كل هذا الخلق؟ هل ممكن يلعب لاي فريق في مصر بعد ما يرجع من اوروبا؟ ايه مستواك في ليفربول اعلى من المنتخب؟ عايز اعرف السر ان هو ايه بينه وبين والده، واحنا نفسنا كان اولادنا تطلع زيه. واحب اوصل له رساله ان هو يدعمنا ان شاء الله في البطولات اللي جايه، وبصراحه اتمنى ان انا اشوفه. كابتن محمد صلاح، احنا عايزين نعزموك على اكله حلوه هنا ونعمل لك شاي وتشرفنا هنا. ممكن ترد على اللي بيقول لك ريش؟ سؤال ريش ممكن؟ ده مدرب جيمي اللي بيقول لي بتعملها ازاي، فهو اكيد عارف، هو اضرب مني يعني. بس انا بتمرن كتير مثلا في الجيم يعني. لا انت بس شاطر قوي فيها الحته دي طبعا. لا مش فاهم اسمها سيكس باك. حلو قوي السكس بس باك. هو يصل العضله اللي هنا بس يعني. عندي حاجه كويسه. عايزه تمرين مخصوص ولا ايه؟ السيت ابس والحاجات شويه. سيت ابس ولا حديد ولا ايه؟ لا بيبقى شويه اللي هو زي العقله شويه. تمرين زي العقله، وفي تمرين اللي هو الدراعات برضو. في كذا تمرين ليها يعني، سايد بلانك وحاجات كده. هل انت ممكن تتمرن لدرجه انه عضله ممكن تزيد عن المطلوب؟ كنت بتمرن كتير قوي. بعدين انا قلت لحضرتك انا من النوع اللي بيقعد يفكر ويقعد مع نفسه ويشوف هو بيعمل ده صح ولا غلط. بس وانا اصغر كنت بتمرن كتير قوي. مع الوقت بتبداي خلاص انا اتعلمت ده وعرفت ده، وده يتاكل دلوقتي كويس، ده يشتغل دلوقتي كويس، ده ما يشتغلش ده احسن دلوقتي كده. بس وانا صغير كنت ممكن. بس دلوقتي بدات لا بنسبه كبيره يعني، ما اقدرش اقول 100%، بس بنسبه كبيره بدات افهم شويه جسمي عامل يعني. طيب فيهم حد بيقول انه ليه مستواك في المنتخب اقل من مستواك في ليفربول؟ ده راي حقيقي ولا ده مش مظبوط مبالغ فيه؟ ده مش مظبوط لان ارقام مع المنتخب كبيره قوي عن اي حد عامه. سواء تقريبا الجيل القديم او الجديد. انا تقريبا تاني هداف مصر في التاريخ يعني. ما انت برضه لازم يعني احدهم يسال سؤال. لا عشان هو بيسال السؤال عشان تقريبا سمعه او حاجه. بس ما افتكرش ان الكلام مظبوط يعني. فيهم سؤال بيقول لك الرياضات الاخرى مثلا البارا اولمبيكس مثلا بتتابعها؟ انا بتابعها طبعا، بتابعها وبكتب للناس. الابطال اللي عندنا العدد المهول من الابطال. بكتب للناس كل بطوله الناس بكتب لهم عشان ادعمهم. بحس ان هو جزء مش واجب عليا بس جزء ان انا ممكن صوتي مسموع شويه بالنسبه للناس، فاعرف الناس اكتر ان هو لهم ابطال وهم ممكن يكونوا معرفش بيفتخروا بحاجه زي كده. انا جدا يا نهار ابيض معرفش يا راجل. بحس ان انا كدعم مني انا كصلاح، ما بستناش حد يكتب لي حاجه ان هو ان انا كتبت او حاجه، انا بكتب حاجه اللي انا حاسسها، بعمل اي حاجه انا حاسسها وخلاص، غير كده مش فارق معايا حاجه. انا شرفني منهم عدد رائع الحقيقه من الابطال بجد. مصر دلوقتي بقى فيها كميه ابطال في الاولمبيكس وفي رياضات كتير طبعا. طبعا أكيد. بجرامي وبطله التنس العالميه ميار شريف ويعني انا وميار نعرف بعض. انتوا تعرفوا بعض صح؟ شيز جريت يعني. رائعه. ميار انها تعمل حاجه كبنت. حاجه كويسه قوي. تويتت محمد صلاح ليكي مثلا فرقت معاكي كتير قوي، مع انك انت عندك سبورترز وعندك رول مودلز اوريدي مكوناهم لنفسك يعني، قدوات مكوناهم لنفسك، فرقت معاكي في ايه؟ طبعا بالنسبه لي السبورت بتاعت محمد صلاح دي كانت بالنسبه لي خياليه يعني. مهمه جدا. ليه؟ لان محمد صلاح قدر يكسر الحاجز اللي هو اول لعيب مصري او اول حد يوصل للمكانه اللي هو فيها دي. فبالنسبه لي دي حاجه بتتحقق برضه. ونفسي اساله اسئله كتير عنها واتكلم معاه، وانا نفسي اوصل طبعا لبوزيشن اللي هو فيه، اللي هو اكون من احسن اللعيبه في العالم في الرياضه اللي انا بلعبها، وفي نفس الوقت اكون مصريه وشايله علم بلدي وامثل واقول للعيبه المصريين
اهو لا انتوا تقدروا. قادرين يا دنيا نعيش احلامنا يوم بعد يوم نلاقيها قدامنا. صابرين قوي وراضيين ماشيين ومش خايفين نتعب ومال ومهما يوم سفنا ولا مستحيل ولا صعب حيحسنا لمين